وعقب انتهاء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة أبدى عدد من الطلاب ارتياحهم للامتحان، وأشاروا إلى أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، واعتبروه بداية مباشرة لباقي الامتحانات خلال الأيام القادمة. الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط فيما فوق، بس يعني كان في متناول الجميع، يعني كان سهل، وكان سهل ان حد يتنبأ بالامتحان. يعني كان بصوا بشوية، يعني في الدروس والحاجات دي بصوا بشوية دروس، ومعظمنا يعني معظم الدروس دي انا لقيتها، وكانت والاسئلة كانت الحمد لله يعني سهلة. برضو كان حلو، بس كانت فيه برضو شوية حاجات كانت فيه صعبة شوية في النصوص. يعني الامتحان كان حتى النحو اللي كنا مستصعبين ان هو هيجي صعب شوية، لا جاي سهل. كل الاسئلة كانت حلوة، ما فيش لف ولا اي حاجه، واللجنه كانت جميله وكل حاجه كانت حلوه يعني، والاسئله مش جايه لفه زي ما كنا متخيلين، وكتل النحو اللي ما كنتش قافله اصلا في الحصص، بس انا اتفاجئت بيها اصلا، كانت جميله جدا جدا. حتى الاعرابات كانت حلوه قوي. هو بصراحه بدايه مبشره، يعني البدايه كويسه، اللي هو كان فعلا حاجه جايه سهله، بس ربنا سهل بقى على اللي جاي.